حالة لم يشهدها مستشفى مدينة موسورو منذ تأسيسه عام 2008، حيث كانت الأجواء فيه هذا الصباح مغايرة تماما منذ قبل بوجود هذه الجموع الغافرة التي جاءت للمشاركة في الانطلاقة الرسمية للقافلة الخاصة بعلاج المياه البيضاء وتوزيع النظارات الطبية للمصابين بهذا الداء، كما تستهدف أيضا الشرائح الضعيفة عبر القيام باستشارات طبية وتوزيع أدوية مجانية إلى جانب عمليات جراحية للحالات التي تتطلب ذلك. وأثناء الافتتاح قدم رئيس وفد مؤسسة القلب الكبير كودو شوكوتجاني كلمة قال فيها إن المؤسسة تقوم بتنظيم دورات تدريبية تستفيد منها 126 قابلة إلى جانب هذه القافلة، كما يتم فيها أيضا توزيع معدات زراعية للتجمعات النسائية بالمنطقة، وكذا مولد كهربائي يستفيد منه مستشفى موسورو وصخريجي مياه، ضف إلى ذلك بناء مركز خاص بتدريب النساء مجهز بجميع المعدات. وعقب ذلك قدم والي ولاية بحر الغزال أحمد سين موغني خطابا قال فيه بأن اختيار مدينة موسورو لاحتضان هذه القافلة الطبية لهو دليل على اعتناء سيدة البلاد الأولى هند ديبي تنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بسكان هذه المنطقة، كما أنها قامت بالعديد من الأعمال الإنسانية لسكان بحر الغزال في توفير الرعاية الصحية للمحتاجين، ويدخل ذلك ضمن مساعي المؤسسة في توفير الرعاية الطبية والصحية للمحتاجين سيما المصابين بالمياه البيضاء. كما أعرب بعض المسؤولين السياسيين بالمنطقة عن عميق شكرهم وامتنانهم لهذا العمل الإنساني الذي قامت به مؤسسة القلب الكبير. وعقب الانطلاقة الرسمية لهذه القافلة وقف الوالي ووفد مؤسسة القلب الكبير إلى جانب المسؤولين الإداريين والنواب البرلمانيين بالمنطقة، وقفوا بالمخيم الطبي الذي نظم خصيصا للاستشارات، حيث يتواجد فيه أكثر من 500 مصابا بالكتراك تم اكتشافهم من قبل الوفد الطبي. نظرا لاهتمام مؤسسة القلب الكبير بهذه الشريحة من النساء بهدف الهدي من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، جاء تنظيم هذه الدورة التي تستفيد منها 126 مولدة تقدم لهن خلالها مجموعة من التوجيهات الهامة في مجال المتابعة الصحية للنساء الحوامل أثناء الحمل والولادة، سيما التي يجب على الأم الالتزام بها خلال فترة النفاس، خصوصا وأن الكثيرات منهن يتعرضن للإصابة بعد الولادة كالنزيف الدموي جراء نزيف الدم من المهبل وغيرها من الحالات التي من الصعب تداركها من قبل المولدات التقليديات. وقد شهد افتتاح الدورة مداخلتين عقب مداخلة الافتتاح التي قدمها المندوب الولائي لوزارة الصحة ببحر الغزل، حيث أشار في الأولى رئيس بعثة مؤسسة القلب الكبير كودو شوكوتجاني إلى أهمية تنظيم هذه الدورة، مضيفا بأن سيدة البلاد الأولى هند ديبي تنو أزمت ألا تعاني أي امرأة تشادية من المشاكل أثناء الولادة وما بعدها، ولطف لها كذلك. أما المداخلة الأخيرة فقد كانت لوالي ولاية بحر الغزال أحمد حسين مغني، حيث اختصرها بقوله إن هذه البادرة ستساعد هؤلاء المولدات في الحد من وفيات الأمهات اللائي بدونهن لا طعم للحياة. القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير لعلاج مرض العيون بالمستشفى المركزي بمدينة بالا حاضرة ولاية مايوكيبي الغربي، أجريت العملية الجراحية لمئتين وواحد من المصابين بقطرات مياه العيون البيضاء. هذا وقد أشاد مسؤولو القافلة الطبية بالعملية الجراحية التي استمرت لمدة يومين، وقد أعرب بعض من المرضى عن فرحتهم. وفي سياق متصل تفقد رئيس القافلة الطبية عيسى محمد مهدي أعمال الدورة التأهيلية للنساء القابلات اللائية عملنا في مجال التوليد. جينا أننا جاي نقدم ما مرة ما دام قدموا لي كده قدموا لنا دام قدم ما أنا عجز أننا جايين ما الله يزيد هندا دسوان في أبي. وللتنويه فإن مؤسسة القلب الكبير تكفلت بجميع الخدمات الطبية والاحتياجات الضرورية للمخيم من تقديم الأدوية والمواد الغذائية.